طاولة صغيرة يلتف حولها رجل وامرأة كبار في السن، وثالثهما طفل يتبادلون أطراف الحديث. ربما كان هذا المشهد الأسري مألوفاً في البيت أو خارجه في مكان عام، لكن تفاصيله هنا مختلفة، فأبطاله الثلاثة لا يجمعهما سوى أنهم بلا مأوى ويفتقدون الرعاية الأسرية. عامة طفل بلا مأوى بيكون بره في الشارع، مش لاقي، فاقد رعاية، ما بيكونش ليه أب، ما بيكونش ليه أم. بيجي هنا بيقدر يلاقي له أب وأم من خلال المجمع طبعا، بيلاقي يفضل يكون عيلة وأسرة يعني صغيرة موجودة في المكان هنا. لازم الأطفال يعني يبقوا مع الكبار عشان يعني يحسوا بطبطبة الكبار عليهم يعني. بنعتبر كلنا أسرة واحدة يعني، مثلا هم بيكلموا معانا واحنا نتكلم معاهم، بنحكي لهم وبيحكوا معانا ونضحك ونهزر ونلعب. بنقعد مع بعض بنرسم نشاطات، بنلعب بالمكعبات كده. رعاية الأطفال والكبار فاقد الرعاية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية هو المكان الذي شهد تطبيق التجربة الأولى للدمج بين الطرفين. جات لنا الفكرة من تعايش الأطفال مع كبار السن إن إحنا نعمل دمج تحت إشراف الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، نرجع للناس دي روح الأسرة مرة تانية. التجربة يعني أتت بثمارها، كمان الكبار السن بقوا يعني مشتاقين طول الوقت ان هم يقعدوا مع اطفال بيعلموا بعض. يعني هتلاقي مثلا في مسني موجود هنا او في نزيل موجود بيعلم الاطفال قراءه القران، اللي محتاجينه الجزء النفسي، محتاجين دعم المجتمع ان الناس تيجي تزورهم وان الناس تشوفهم. يتجمع الأطفال مع الكبار كل صباح تحت رعاية مشرف الدار، يتعامل الجميع معاً وفقاً لنظام الدمج، المسنين أباء والمسنات أمهات والأطفال أبناء، أثناء ممارسات العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية. تجربة فريدة من نوعها هنا في هذه الدار، أصبح لكبار السن أحفاد فلا يشعرون بالوحدة، أما الأطفال فيشعرون بكبار السن كأنهم آبائهم وأجدادهم. ومن هنا جاءت فكرة الدمج بين الطرفين لتكوين أسرة بديلة.